أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصه على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية، معرباً عن تقديره الكامل للزخم الذي يشهده التعاون الثنائي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس كوريا الجنوبية مون جي آن. الإعراب عن تقديرنا للزخم الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين. واعتزازنا بعمق العلاقات المصرية الكورية والتي شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات الدولتين ويصب في مصلحة شعبيهما لقد توافقت رؤانا خلال المباحثات على اهميه مواصله اليه التشاور السياسي بين البلدين واللجنه الوزاريه المشتركه للتعاون السياسي والاقتصادي والفني برئاسه وزيري الخارجيه واليه الحوار بين وزارتي الماليه واللجنه التجاريه المشتركه وذلك لاهميتها جميعا في دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات